ذلك الزمان قال الرب يسوع: كيف يقدر أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولاً، وحينئذ ينهب البيت؟ من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. لذلك أقول لكم: كل خطيئة ستغفر للناس، وكل تجديف، أما التجديف على الروح القدس فلن يغفر. من قال كلمة على ابن الإنسان سيغفر له، أما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذا الدهر ولا في الآتي. حقا والأمان لجميعكم. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. نحن مكفيين بالأسبوع الثاني بعد الصليب، أي بزمن ارتفاع الصليب المقدس. وبهذا الأسبوع مثل كل أسابيع هذا الزمن منتذكر خطب النهايات وأنجيل النهايات اللي بيحكي عنا الإنجيل، ومنشوف كيف نحن كمؤمنين مدعوين لنحضر نفسنا ويكون موقفنا الإيماني مع يسوع القائم من بين الأموات، حاضر والحاضر دائما وأبدا بالكنيسة، ومقيم فيها أكيد على أنقاض ملكوت تاني هو ملكوت الأرض. إذن هذا التحضير اللي احنا مدعوين أنه نتحضره بحياتنا المسيحية ونعيشه كل يوم، مدعوين أنه نعيشه بالكثير من المحبة، بالكثير من التضحية، بالكثير من التأمل، بالكثير من الصلاة، بالكثير إذا بدكم كمان من القرب من الله والحضور معه وإلى جانبه، حتى نكون هيك هالأشخاص اللي عم نمتلي دايما وعم نتعبى وعم نتزود من كلمة الله ومثل عيش الله بحياتنا. إنجيل اليوم بنبهنا لشغلتين كتير مهمين، أنه نحن لازم نكون دايما متيقظين، ناطرين أنفسنا، ناطرين حياتنا كيف بدها تتبدل، كيف بدها تتغير، وقديش الشرير أو روح الشر أو روح الغضب أو روح الكفر أو روح الكبرية أو روح الخطية أو كل هودي القصص كيف بدهم يفوتوا على قلبنا أو على حياتنا ويقدروا يأثروا عليها سلبا، وكيف المؤمن الحاضر واللي عم بيصلي واللي علاقته بربه علاقة متينة وحقيقية وصالحة ما بيقدر حدا يقوى عليه. وبيعطينا المسيح بالإنجيل هيدا المثل وبيقول: كيف ممكن حدا يفوت على بيت القوي ويسرق غراض من هيدا البيت وممتلكات من هيدا البيت إذا ما تمكن من صاحب البيت وربطه بعدين بيقدر يسرق؟ إذا نحن الشرير أو الخطية أو السواد أو الظلمة أو العتمة تمكنوا منا وربطونا وبطلت علاقتنا بالله علاقة متينة وعلاقة حلوة وعلاقة فيها صلة بيننا وبينه، يعني صلاة مع كسر الصاد، هيدي الصلة بالله ما بتخلي حدا ينهبنا، وما بتخلي أي شرير يتمكن منا، وما بتخلي أي خطية تتمكن من الإنسان المؤمن الموجود بداخلنا، ما بتخلي المحبة تفتر بقلوبنا، ما بتخلينا نبعد عن جو الصلاة، ما بتخلينا نبعد عن روح الله، عن روح الخدمة، ما بتخلينا نبعد عن الإنسان اللي هو أول حدا منلتقى فيه ومنشوف فيه الله ومنخدمه كأنه عم نتلاقى بالله. هيدا هو اللي مطلوب منا، أنه نحن بدنا نسهر على أنفسنا حتى اللي نبقى بعاد عن الخطية والموت والظلمة والعتمة والأنانية وكل شيء بيبعدنا عن روح الله ومحبة الله وكلمة الإنجيل. من لا يجمع معي فهو يبدد، بيقول المسيح. إذا مني ماشي بطريق المسيح طبيعي رح كون ماشي بطريق آخر، طريق رح ضيع فيه ورح ضيع اللي معي. إذا أنا مسؤول، إذا أنا مربي، إذا أنا رب عائلة، من لا يجمع مع المسيح فهو يبدد. اللي ما بيمشي بهيدا الطريق لو قد ما كان ضيق حتى ليوصل للملكوت بعدين ويدخل أيضا من الباب الضيق إلى مكان واسع كتير هو ملكوت الله، ما بيكون عم يمشي على الطريق اللي طلب منا المسيح أنه نمشي عليه، ومنكون مش عم نجمع مع المسيح، إنما نكون من المبددين والمبذرين اللي عم بيضيعوا طريق الحق والحقيقة وطريق الإنجيل. والمسيح بيعطينا أيضا رجع بهذا الإنجيل أنه قد ما نكون قريبين منه هو رح يكون حاضر للمغفرة.
لأنه حضن الله بيبقى حضن البي اللي ناطر ولاده لو قد ما غلطه ولو قد ما بعده ناطر الرجعة، مثل ما منشوف بوضوح بإنجيل الابن الضال بيقلنا لو قد ما خطيته ستغفر لكم خطاياكم، لو شو ما حكيته رح ينغفر لكم كل الكلام اللي رح تحكوه، لكن خطية التجديف على الروح القدس لن تغفر لكم. كلياتنا منعرف أنه الروح القدس هو تكامل الحب بين الله الآب والابن، يعني اللي بده يبدد هيدا الحب اللي عم يحكي عنه المسيح وبده يفرد بهيدا الحب اللي عم يحكي عنه المسيح لن يغفر له، لأنه المسيح اجى على هالأرض حتى ليحبنا، ولأنه بيحبنا وحتى ليرجع لنا حقنا بالرجوع إلى المكان المعد لنا من قبل إنشاء العالم وهو يمين الآب. اللي بده يفرد بهيدا الحب لن تغفر له خطيئته، لأنه مثل ما المسيح حبني لدرجة أنه طلع على الصليب كرمالي لازم حبه ولازم ضحي كتير، على القليلة ما لازم أفرد بالحب تجاهه وتجاه الآخرين اللي موجودين معي وعيش معهم كل يوم بيومه. منقدم هالذبيحة الإلهية على نية أنه ما واحد منا يفرد بهالهدية الكبيرة اللي يعطيها الله وهي الحب، يعرف يحافظ على هيدا الحب وينشر هيدا الحب وين ما يروح وين ما يقعد ومع مين ما يحكي، لأن الحب هو أساس ديانتنا المسيحية، أساس إيماننا، أساس علاقتنا بالله، لأنه قد ما حبنا عطانا ذاته على الصليب.